كالعادة بتصريح وتعليق. معنا تصريح الأستاذ هشام السباط رئيس نادي الهلال السوداني، واللي قال إن السلطات الأمنية في السودان وافقت على حضور 15,000 متفرج أمام النادي الأهلي، وفي انتظار موافقة الكاف. وكل الأندية في المجموعة كبيرة، والهلال أيضا فريق كبير وأحد المرشحين للتأهل لربع النهائي، وأتوقع للهلال أنه يتأهل من هذه المجموعة. أكيد مجموعة مش سهلة، وأكيد كل الفرق خلاص دلوقتي بقت بتمتلك عناصر مهمة، فأكيد كل فرقة عندها عناصر مميزة تقدر تكون بتتأهل بيها للأدوار اللي بعد كده. بنتمنى أولا وأخيرا كل التوفيق للنادي الأهلي المصري اللي بيشارك في دوري أبطال أفريقيا، أيضا التوفيق لنادي الزمالك في نفس البطولة. كلام محترم من فريق أكيد هيبقى مباراة قوية، مش مباراة سهلة. الهلال السوداني يمكن مش زي السنين اللي فاتت، ولكن نتمنى أولا وأخيرا كل التوفيق بإذن الله للنادي الأهلي بإذن الله.